السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، ونتمنى أن تكونوا بأحسن الأحوال. على الرغم من تشابه ما في الاسم، والمقصود بين اليانسو الذي يكون على شكل بذور واليانسو النجم أو نجمة اليانسون، إلا أنهما يختلفان وينتميان إلى عائلتين مختلفتين من التوابل. فبذور اليانسون الشائع تنتمي لعائلة الباقدونيس، بينما اليانسون النجم الذي تشاهدونه الآن هو نوع من نباتات الماغنوليا التي تنبت في جنوب الصين والهند الصينية. صحيح أنهما يحتويان على نفس المادة المعطرة، لكنهما يختلفان في التركيبة والفوائد العلاجية. وفي هذا الفيديو كما العادة سوف نتطرق إلى فوائد هذا النبات بشكل علمي وموثوق. وطريقة الاستخدام تكون من خلال غلي كوب من الماء، بعدها أضيف إليه ملعقة صغيرة من اليانسون النجمي أو ما يعادل 3 حبيبات، واتركه ينقع لمدة 5 دقائق، طبعا مع تغطية الكوب وتناوله مرة واحدة في اليوم. إذا كنت ترغب في التوقف عن التدخين فهذا النبات سيساعدك في ذلك إن شاء الله، سواء عن طريق شرب منقوعه أو أخذ قطعة منه وامضغها جيدا، فهذا سيساهم بشكل كبير في القضاء على عادة التدخين بشكل نهائي. كما يساعد اليانسون النجمي في التخلص من الأمراض الانسحابية التي يعاني منها المدخن بعد الإقلاع عن التدخين. يعمل على تحسين عملية الهضم مثل صعوبة هضم وجبات الطعام المختلفة والشعور بالتضخم، ويحد أيضا من تكون الغازات في البطن. فبمجرد الحرص على تناول شاي اليانسون سيساعدك في الحد من التشنجات المعوية، بالإضافة إلى مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى. بسبب إجراء بعض الأبحاث الواسعة النطاق، أصبحت تأثيرات مضادات البكتيريا لليانسون النجمي معروفة. فهذا النوع من التوابل استخدم لعدة قرون لعلاج العدوى البكتيرية للمعدة وأجزاء أخرى من الجسم. ولعل الأكثر أهمية من هذا أن لهذا النوع من التوابل فاعلية ضد العديد من السلالات البكتيرية التي تقاوم المضادات الحيوية، بما يجعلها ذات قيمة عالية لصناعة الأدوية. وجدت العديد من الدراسات امتلاك اليانسون النجمي مستوى من الخصائص المهدئة، وينسب ذلك لاحتواء اليانسون النجمي على مستويات من مضادات الأكسدة والميغنيسيوم. فتستطيع هذه التوابل إطلاق محفزات الاسترخاء والنوم للناقلة العصبية، مما يجعلها ذات قيمة عالية لمن يعاني بانتظام من الأرق والنوم المتقطع. يساعد في طرد البلغم الموجود على الصدر، لهذا فهو مفيد لمرضى الربو والسعال. كما أن شرب كوب من هذا المشروب كل يوم يحد من السعال ويشفي من أمراض التهابية في الشعب الهوائية. لليانسون النجمي خصائص قوية مضادة الفطريات، وهي علاج طبيعي موثوق لمجموعة كبيرة من مضيفات الفطريات، نذكر منها القباء الحلقية والمبيضات والسلالات الشائعة الأخرى. وعلى الرغم من أن معظم أنواع العدوى الفطرية غير ضارة نسبيا، فيمكن لجرعة منتظمة من شاي اليانسون النجمي أن تمنح الجهاز المناعي دفعة ضرورية ضد مسببات الأمراض. بما أن نجمة اليانسون تتميز باحتوائها على مستويات مرتفعة من مضادات الأكسدة المختلفة، فهي تساعد على القضاء على الجذور الحرة في جميع أنحاء الجسم، وخصوصا التي تكون سببا للإجهاد التأكسدي للجلد، وبالتالي يساعد ذلك على تقليل ظهور التجاعيد وتغطية الندبات القديمة والعيوب، للمحافظة على شباب البشرة وحيويتها. يستخدم اليانسون النجمي لتحسين الرغبة الجنسية عن طريق سحقه وخلطه بالماء وتخميره لعدة ساعات، ثم يصفى ويتم تناول الماء، حيث يساعد ذلك على تحسين الرغبة والأداء الجنسي. من المرشح أن يكون اليانسون آمنا لنساء الحوامل والمرضعات عند استخدامه كجزء من النظام الغذائي العادي، ولكن من غير المعروف ما إذا كان اليانسون آمنا للاستخدام في الكمية الطبية بشكل أكبر خلال فترة الحمل أو الرضاعة الطبيعية. ولهذا ننصح النساء الحوامل والمرضعات باستشارة الطبيب قبل تناوله. وإلى هنا ينتهي موضوع حلقتنا هذا اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.